ورينا ريبورتاج صادم على المعسل الذي يصنع عشوائيا في تونس في منطقة الكبارية وقبله في وادي الليل، وقلنا سموم تباع في المحلات التونسية في المقاهي التونسية والمضرة نتاعها كبيرة برشا على الإنسان، لأنه التركيبة مجهولة والتركيبة ما تنجم تتسبب إلا في الأمراض. الكلام هذايا قلناه وإحنا شهود عيان على اللي شفناه من قذارة ومن مواد معفنة مستعملة، وبطبيعة الحال الكلام هذايا باش نأكدوه مع خبير في التبغ والوقيد. البارح شفت معانا الريبورتاج، شفت المواد المستعملة وقلت لي قبيليكا إنه أقصى درجات الإرهاب الصناعي أو الإجرام. إجرام غير أخلاقي، إجرام يتجاوز منافات الحياة، يتجاوزها ببعيد. له تجارة، له عدم خبرة، له عدم واحد أنه يستعمل مواد كيف ذيك، وماش الناس اللي يشروا فيها مقبلين عليها وغالطين فيها، وهي تدخل الزرهم بالكميات هذيك. صراحة هذي معتها أقصى ما توصل له الإنسانية من دناءة ومن عدم المسؤولية. ما عادش نحكيه هنا، نحن ما بين إنسان يحب يصور طرف فلوسه هاوكا عمل شوية وكذا، لا، هذا إنسان تعمد، طبيب يتعمد مهنة الطب وهو لا يفلح شيئا لا في الطب، ويداوي في الناس ويعطي فيهم في الدواء وهو ما هوش عارف حتى شنو. هذا نفس الصورة أنه إنسان ما يعرف حتى شيء من الطبخ وما يعرف حتى شيء من المواد المستعملة هذوكم، ويخلط فيهم مع بعضهم، وخلطتهم مريانكو خلطتهم بركة تعطي انعكاسات سلبية أكثر من اللي كل واحد نعمل ربيل بيها نجارة. وسمحني معتها بقايا السجائر تضاف إليها سوائل مجهولة ما فهمناهاش شنية، وكلها تتخلط ويزيدوا عليها البخور اللي جاي من الهند ثم يعلبها في شكل معسل مورد. شنو رأيك؟ والله هذي موجود ونحن نشاهدوه. نحن بيدنا وقت تقع عملية سيزي نجيو لهنا نلقاو فيها مش نجارة فقط، نجارة نلقاو فيه القرد، نلقاو فيه التبن، هذوما حاجات تسمى أقل ما يقال عنه، ما عدا اللي هما يحطوا فيه حشيشة اللي هي ما يعرفش التوكسيسيتي نتاعها شنية، ما يعرفش مادة السمية نتاعها، لأنه مش على خاطر هي حشيشة فهي طبيعية، لا، السميات في الحشيش سميات كبيرة برشا، وهذا أكبر إجرام أنه يدخل تركيبات. لو كذا كل نجارة وحدها، نجارة فيها بعض معذار، اما انجاره تزيد هاك القدران اللي هم حاطينه هذاك تصبح نوروتوكسيك، تصبح قاتله، لانه الافرازات مع التشعيل مع الجمره اللي يحطها فوقه تفرز غازات سامه تضرب مباشره في مخ الانسان. يعني عمليه اجراميه. لو كان جاء معناتها لو كنت تسال طبيب تقول لك مدى الخطر نتاعها، تقتل حتى النيورون اللي في المخ، لانهم غازات سامين ومركبه ومعقدين، ما هم سامين لانهم ديكومبوزي كل انا نشموه دخانك، لا، هذا مركب كامل جايب لك فورمول مخلطه من برشا سموم وحتى لك في تركيبه معقد. يعني اجرام صراحه لازم الضرب على يدي كلمه الناس هذوما، وزمنا نحن زاده ناخذ خطوات التحاليل. علاش نحن قائمين بالتحاليل ونتابعوا فيه، وذاك المهرب بيدو نتابعوا فيه باش نشوفوا اثاره، لانه اثاره ما سهله كي تسيبوا في وسط المجتمع، مو سهل، خاصه الناس اللي يشريوا السلعه هذيك يشريوها من اماكن عشوائيه ويشريوها على اساس اسوام رخيصه ومساكن، لا يزي الصحه تبدا ناقصه بطبيعتها للفقر والكذا، معها يزيد السموم هذيك، شنو تلقى صحته وشنو تلقى بلاه. بطبيعه الحال نتكلموا في الكلام هذايا، وكيف ما قلنا البارح من يتحمل المسؤوليه هي الدولة التونسية، لأنه تركت فراغ كبير في مثل هذه المنتوجات. وقت اللي أنت ما تصنعش المعسل، وقت اللي أنت ما تستثمرش في 1000 مليار تقريبا القيمة نتاع المبيعات في المقاهي،
وللمستهلكين التونسيين وتخليها بيد العابثين، اكيد جدا ينجم يبيع لك كل شيء ويخلط لك كل شيء. وراني باش نوريكم حاجات صادمه، قلكم صادمه على صحه الانسان. وركز شويه بالكاميرا، هذه واحده من العينات نتاع المواد اللي قاعده تتباع في اسواقنا ومتاتيه عبر التهريب. اذا كان هذاك شفناه البارح بفضلات بشريه بفضلات حيوانات وبنجاره ويخلطها كل ويمكساها مع بعضها ويبدلكم الريحه نتاعها بشويه بخور باش انت تشريها بالغالي والنفيس، ويعمل لك فيها باكم زين هكا يعمل يللش ويقول لك راي جايه من مكه السعوديه، ها وانت تتكيف وفرحان. وفي اخر عمرك اذا ما قلناش معناتها من بعد مديده صغيره تلقى روحك في الامراض السرطانيه، عافانا وعافاكم الله وربي يستركم. ما تردش بالك اكيد تخلص الفاتوره غاليه سيدي الكريم. ونحكي معاك على اللي تيست ولابوراتوار اللي تعملوا لهنا على المعسل اللي جاي من برا. وصف لي انت، ماناش نفجعوا في العباد، ماناش نخوفوا، وانما نحذروا باش العباد ترد بالها على الحاجات المجهوله المصدر. بالطبيعة المعسل هي مادة معناتها سهلت الخدمة نتاعها، لكن معقدة في تركيبتها. قد ما هي سهلة انك تشد تخلط طرف نجارة مع طرف سكر وتخرج به معسل، سهلة لكن في التركيبة الكيميائية نتاعها صعيبة وحذرة جدا ومضرة مباشرة وفي وقت وجيز، ما تطلبش وقت كبير باش تضر مولاها، ما تطلبش وقت كبير باش تسقط صحة مولاها. والتساهل نتاع العباد هذوما لعدم معرفتهم وعدم جهلهم بما هم يقوموا به، قاعدين يخرجوا في سموم من طراز رفيع، سموم من طراز رفيع. سمعنا احنا تركيبه فضلات بشريه مع نجاره مع سامحني القطران ولا شو يسموا فيه ويزيدوها البخور، هذا اللي نعرفوه. هي تعطيني اللي ما عرفناش واش لقيتوا انتوما، حشيشه نتاع تي شنو واخر؟ نلقاو حشيشه تي تتسمى من اقل الاضرار، لانه على الاقل تي نعرفوه ونعرفوا شنو معناتيه. ما في الاضرار ديما نحن من الاول ريبورتاج ونحن نكلاسيو في الاضرار، ماناش قاعدين ماشيين المنافع. لكن لقاوهم ماخذين حشيش مختلفه يشيحوها ويرحيوها ويحطوها. والحشيش مختلفه وكما انتم تعرفوا كل حشيشه عندها برنسيب اكتيف نتاعها، معناتها عندها ماده فعاله نتاعها. تنجم تقول انت طرف ترونجيه، لا ترونجيه مستانسين بها، لو كان ناخذوها في كميه كبيره وناخذوها كماده فعاله تولي ترونجيه بسيكو، تولي دوخك وتولي عملت لك ترهويج وتولي تعمل كذا. يعني هذه حاجه اللي نعرفوها نحن بيننا وجدادنا. الحشيش راهم فيهم مواد فعاله قاتله، تنجم تقتل مولاه، واللي ما يعرفش يستعملهم ومش خبير فيهم يضر في نفسه ويضر في الناس اللي يعطي فيه. ما همش على خاطر حشيش حطينا له طرف سكر ومشى. هو بيدو السكر هذاك الميلاس، هذاك لازم يكون ميلاس بيان بريباري، بيان وقت نحضروا ميلاس لازم يكون حاضر كما يجب. علاش؟ لانه يتحول اذا كان ماهوش مخدوم بالكدا يتحول الى نوع من الكربون، نوع من الفحم، يولي كالزنزانه في الراس. هم فاهمينكم بالفلاق. قولش عليك شادت فحمه وشعلتها وانت تشم في شحمه في فحمه. الكانون كي تحطه في الدار يقتل عائله كامله، وكي تحطه في الكانون انت صغير يقتل عائله كامله. اما الجهل يخلي الانسان ما يعرفش، والجهل اكثر انه يمشي من اجل 500 دينار و200 ومش عارف اللي هو مروح بكارثه لداره، مش عارف اللي هو مروح بكارثه لمخه، مش عارف اللي هو مروح بكارثه بصدره. لانالاسيون نتاع كل فيومي هذاك التوكسيك تضرب مباشره في المخ، هو يروح بكانون هكاك. فضلات تقول تذكر ممكن يسمعوا فينا يقول شنو فضلات ادميه؟ لا، هو مش فضلات ادميه يجي يحطها هكاكا، هو يحط لك في القاعه ويبدا يخلط. وقت يكنس كل شيء معاه، تراب، فضلات، اعقاب نتاع كلموس هذاك اللي انت غادي شفته عندكم، يكنس الكل، هو يكنس الكل ويثمر كل طرف، مش يحط فيه بالتعمد تقول انت لا، اما ان شاء الله يقاشي حتى ما نعرفش قطوسه ميته. هو يعمل فيها لا مبالاة، ونوصلنا لا مبالاة، مش وصلنا باش نخدموا مخنا. اما هما بعض الجمهور يقول لك شبيه يقولوا يكثروا على الحيوانات، لا، لانه الانسان هذا ما يخدمش في اماكن نظيفه اول حاجه،
وشفتوه وين يخدموا، يخدموا في دبوات مكسره خرابه. اي حاجه باش يلقاها قدامه وقت اللي يكنس باش يلم وقت الثقيل نتاعهم وانتم واقفين تتفرجوا فيه كيفاش تعفسوا عليه هذاك وماشي هذاك كله يلمه هو يثمنه هذاك بالوحده ويحط. اللي وصل لعمل الكاك ما عادش يخمم شنو باش يحط لك. وذاك علاش تلقاوه نحن فيه لكفار، وذاك علاش نحن نلقاو فيه فضلات ادميه، وذاك علاش نلقاو فيه نوع من الشامبينيون هكا الدخان اللي انت صورته هذاك الدخان اللي نحن نعملوا ديستركسيون يتلوح هذاك اكل الاخضر يطلع فيه شامبينيون. الشامبينيون هذيك تدخل في النارين وتدخل في خشم واحد تقضي عليه يعدي طول عمره، واذا كان خفيفه يعديها بالحساسيه، مع ذلك يعديها تقتل كما الشامبينيون اللي ياكلها مسموم. هو كله شامبينيون اخضر تشوف فيه هذاك اش يعمل له؟ يعمل له تريتمون لنحيه حتى شيء يقصه ويحطه يدخله يدخله طول العباد ويمشي يمشي هذاك يمشي يمشي للعباد. العباد يقولوا هو يتحرق، ما يتحرقش هذاك، علاش ما يتحرقش؟ هو كي خلط المعسل خلط فيه بيده. كل البكتيريا والشامبينيون جات في يديه قبل قبل ما نبداو نتكيفوا، حطوا يتكيفوا من بعديك هاو هاسك اسمع شرب، هاو الحس كذا، هاو كلا قدمه، ويديه هذيك المعبيه، كلها متعدات له ترافير هذاك. هذاك علاش نحن نقولوا راهو مش تقول على خاطر حطينا عليه جمره توك تحرق ما يجرى شيء، لا يا سيدي. هذاك يتحول الى غازات سامه ومركبه ومعقده. واللي في يديه يقعد من البقايا هذوك اللي هو مس بهم موجوده فيهم من البكتيريا من السبور، السبور هذوما وفيهم لي شامبينيون، يعني يلم ثلاثه انواع فتاكه في الارض ويحطهم في فمه ويشرب بهم كاس. هذا واضح هو جاء على المضار الصحيه نتاع المعسل اللي تصنع بصفه عشوائيه، وقلنا لديقا نتاعو كارثيه على الصحه البشريه، لكن دائما من يتحمل المسؤوليه؟ اليست الدوله التونسيه اللي تترك فراغ للمتمعشين والخارجين عن القانون؟ لماذا لا تستثمر الدوله في تصنيع المعسل هذايا وترد ستركتوري وتحت اشرافها هي، بما انها مونوبول نتاع الصناعات هذه؟ قلنا قبل وسمعنا انه فما مشروع نتاع معسل اسمه المشموم، المشموم وما ادراك ما المشموم التونسي، حلمه اطرحت برشا مرات وقالوا باش تصير، لكن الى حد اللحظه ما فماش الكلام هذا وما فماش الاستثمار نتاع 1000 مليار اللي تمشي للسوق الباراليل وما تمشيش للدوله التونسيه. ونحب نطرح عليك السؤال ولو كانك تتحرج باش تجاوبني، لماذا لم يتم تثمين او الشروع في الاستثمار في المشموم المعسل التونسي؟ والله انا ما فماش حاجه تحرجنا، لان ما عندناش مخبي، هذه حاجه اللي تحرج الانسان اللي تحرج والانسان عنده ما يخبي. نحن بطبيعه نخضعوا الى سياسات عامه في الدوله وفي المؤسسه. المؤسسه نتاعنا قامت بتجارب، قامت بتجارب ووصلنا للمعسل من جوده رفيعه. تبقى باش نحكي توا بصدق اللي موجود. الاداره العامه هذه حضرت برنامج على اساس باش تاخذ معدات وباش نرجعوا نعملوا. كان اش قلت لك من الاول، لا احنا هنا السيرفو نتاع الوكاله لازم يكون لهنا ديفلوبمون اوت برودوي. اللابوراتوار نتاعك. اللابوراتوار نتاعك. نحن البرودوي متمكنين منه. بقى يحب له استثمارات. يحب له استثمارات، والاستثمارات زاد حاجه اخرى اللي نحن نشكيو منها ديما، اللي هو مثلا توا كيما الاداره العامه هذه تحب تخدم استثمار. تعمل ابيل دوفر. ابيل دوفر يقعد لك ساعات بالعامين وثلاث سنين وريفلكتيو وحتى تدور الاستثمارات وحتى كذا. ماهيش معناتها ماهيش هي خليت من الوقت ولا تبقى. لازم استثمار، لازم كذا، لكن قمنا بالتجارب الكل، وعندنا تجارب نحن، تجارب ناجحه 100%، وعندنا دي رابور اللي هما ناجحين 100% من جملتهم المشموم بعناه وخرجناه. تبقى تدرج توا مدروج الوقت الحاضر، انا كان فيك على الحاضر، ما يهمنيش في الماضي، الماضي مشى ولا وانتهى، نحكي على الحاضر. الحاضر مستعد، وحكيت مع اعلى هرم الواحد حاضرين باش يعملوا دراسه كامله وباش نعملوا اتوليه كامل وباش يجيبوا ماكينات كاملين ونرجعوا بالمنتوج نتاعنا اللي هو منتوج وكاله، اللي هو منتوج تعب ناس خدمت لهنا صباحا ليلا ومساء. وان شاء الله ان شاء الله هم فرحانين واعديننا متحمسين للفكره وبعثوا الرابور نتاعهم، بعثوه حتى الرابور نتاعهم بعثوه نتاع الاستثمار كذا.
ان شاء الله تجينا المره الجايه ونقدم لك المشروع على احسن ما يكون. لكن الحاجه اللي ناكدها ما عنديش ميزه ما بين علي ولا صالح، جو في با تابو بيرسونيلمون، يا ريتهم الاداره السابقه وتوا فما نفسيه يحب يوصل. تبقى الجهد اللي باش يوصل عنده وما ما عندوش، تبقى الوزاره نمر واحد، الوزاره وقت اللي بعثوا لها مشروع هي لكم سديد النظر. ما يريده المدير العام شيء، وما تريده الإدارة الوزارة شيء، وما تريده الوزارة الأولى أشياء. وما نريده نحن هي صحة التوانسة. ونعطيك الصدق، في صحة التوانسة عندنا منتوش رائع، ماهوش رائع بشهد شاهد من أهلها. شاهدوا فيه ناس أجانب جاونا لهنا، طلبوا منا ذاقوا، شافوا، مشيوا بريديتود، عملوا ريديتود كاملة، خرج هو أحسن منتوش في العالم، نقولها ونحط فيها زوز أسرة. ولن نتدخل لا في ذوقانها لا في شوفانها. بشكون؟ بإعانة من الإدارة العامة، لكن الإدارة العامة ما عينيش وقتها راهو ما تعملش. الإدارة العامة هذه توا مستعدة باش تحط الباكو، ما كل واحد شنو مستعد؟ هذه قالت على استعداد تام باش نحط الباكو. سياسات أخرى نحن الحقيقة ما ندخلوش فيها. يعطيك الصحة، وبطبيعة الحال نختم الريبورتاج هذايا، حالك يبكي يا تونس، حالك يندب، حالك يستحق مراجعات كبيرة. لابوراتوار فيه معدات بالمليارات لا يشتغل، وخارج عن القانون، مطلوب للعدالة يصنع في المعسل في الكبارية ويبيع فيه إلى المقاهي التونسية بالطرانت وبالأطنان دون رقابة بين هذا وذاك. صحة ملايين التونسيين وخسائر بآلاف المليارات، من يراجع هذه الملفات؟ هل هي الوزيرة الحالية للمالية أم يبقى سؤال مطروح ينتظر الإجابات سنوات أخرى ولا شيء يتغير فيك يا بلدي؟